التواصل بين أفراد المجتمع. هي في واقع الأمر يعني سمة معروفة وشيء يعني قديم، ولكن لاحظنا في السنوات الأخيرة أن أيضا هناك فيها تواصل، وهناك فيه مجالس عديدة تم فتحها، وهذا يعني يدل دلالة واضحة على أهمية التواصل وما يشعر به المواطن من هذه مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الاجتماعات، وهذه دليل على 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 الحب وعلى على الخير إن شاء الله. كنا في الخمسينات والستينات هذه مجالسنا، الان هنا قعدنا نجيب الزمن الاول في هالمجالس. هنا اليوم عند ابو محمد وشفنا يعني هذا الجمع الكبير من الناس، ورحنا البارح الميالس ورحنا دي، وهذا متواصلين تعلمنا من يعني ابائنا واجدادنا، والحين نتعلم في عهد جلاله الملك الله يحفظه ويطول عمره. الحيد يعني ما شاء الله تمتاز بمجالس عدة كثيرة، يعني لو رحت بين المنطقة وأي منطقة قريبة منه بتشوف مجلس مجلسين ثلاثة ولي آخر من بداية الحيد إلى نهاية مجالس. طبعا هاي المجالس فيها يعني فائدة عظيمة، منها من الناحية الاجتماعية خلق جو متآلف متعاون متوادد، الكل يحب الثاني. هذه المجالس هذه أهم ميزة يعني تخلقها هذه المجالس. جات فترة في المجتمع يعني الناس يمكن خذتهم الحياة والمدنية وذي ولها، وكل يعني لها بحياته، لكن نهاية المطاف ما يصح مثل ما يقولون إلا الصحيح. فالناس حست بأهمية هذه المجالس، تزيد ترابط بين المجتمع بين العوائل وبين الأفراد، وزيد هم التعاون، وزيد هم كل هذه في نهاية المطاف مثل ما يقول في صالح المجتمع وصالح البلد. ما وجدنا اختلاف بين الشعب البحريني والسوداني، عادة بالذات يعني في التقاليد والمحبة والأخوة والإلفة. فمجتمع دائما يعني في المجالس كل المحبة والأخاء والتآخي والإلفة بين الناس، وهم متآخين متألفين دائما ومتواصلين.
يعني التآخر لوجه الله تعالى، هذا من أبرز الشيء في المجالس.